دي واي اليوم سويها بنفسك، راح نحكي عن شيء كلش حلو خاصة للي يحبون الزرع. اليوم محضرت لكم سنادين، صبار، ممكن يعني أي زرع موجود عندكم بالبيت، بس مليتوا من هاي السندانة اللي تيجي وياه، يعني تردون تغيروها وتردون في شيء حلو فيكه، تقدرون تخلوها بالمطبخ بمكانات مختلفة. اللي راح نسويه مثل ما عودناكم من أشياء موجودة عندكم بالبيت، يعني المقات، قلاصات مختلفة، فناجين، ومرات حتى إذا مثلاً يكون مفطور مكسور شوية وما تردون تذبوا عندكم ذكريات بيه، كلش راح يصير حلو. فاللي راح نسوي، راح نطلع أول شيء، نطلعها للزرعة ونختار مق أو قلاص يكون مناسب إلها والحجمها. إذا كانت تحسون بها شوية تربة زايدة تقدرون تشيلوها، بس انتبهوا للجذور. اليوم صار عندنا حديقة مصغرة، مشتل مصغر، شوية نشيل من فوق، أو ممكن حتى نستبدلها بقلاص أكبر. نكمل القطع البقية اللي موجودة عندنا. جايبت لكم شلون صبارات حلوة. هاي طبعا التربة ما تذبوها، تخلوها بالقلاص في حال انه كانت الزرعة صغيرة او يحتاج لها تربة بعد. وهاي الانواع خاصة الصبار تقدرون تخلوها بهاي القلاصات اللي ما تكون مفتوحة من جوا. يمكن هسه راح تقولون شلون راح تذب المي مالتها، لانه الصبار ما يحتاج مي هواية، يعني تقدرون تخلوا له مي مرة بالاسبوع لأنه يقاوم. هاي صارت عندنا زرعتنا الثانية. هذا لأنه شوية طويل فنملي تربة زايد على مود تركب بي. أكيد دائما تلاحظون أنه يجي هذا الحصومة التزينة أو الأحجار، تقدرون تخلوها على الوجه من فوق همنا ينطيها جمالية. وممكن تستخدمون حتى الصحون نفسها، يعني تخيلوا شكلها شقد حلو يصير إذا خليتوهم هيك بأشكال عشوائية مختلفة بقلاصات موجودة عندكم بالبيت. أنا عن نفسي كلش حبيتهم وراح أسويهم بالمطبخ. عندي شباك صغير يرهم انه احطهم عليه، وهم بيها ذكرياتنا. عندي قلاص صغير كلش احبه ومحتفظه بيه من واني وطفله، فراح احتفظ بيه واسويه سندانه.